اليوم رايحين نسوي بوبينج وجيجينج وحركات وشاشات كثير. شوف الشباب هنا، محمد قاعد يجهز. دازيز قاعد تسوي ايه؟ اشفط بطنك. فين القبطان الكبير؟ هناك القبطان الكبير قاعد قدام. وصلنا دحين الحرف حقنا، نزلنا البروشوت، الشباب قاعدين يجهزوا الصيصبات. بس والله عندنا خالد قاعد يضبط ويعد حقته. مرامي، ها مرامي، انت حط صيد اول سمكة؟ والله اللي يصيد اول خير وبركة، واحد ياخذ سمك ويطلع. لا اقبل التحدي هذا. مين هذا؟ ما في شيء؟ يلا مشينا. ها عبد العزيز، ايش رايك في الجيجينج؟ طالع في الكاميرا لو سمحت، لما تتكلم مع الكاميرا. أو الطن، شوف لازم أسحب كده، أسحب وورينا. Amazing feeling. وورينا الفرق بين السح كرس المسحوب والمو مسحوب. طيب إيش رأيك في الجيجينج؟ تجربة رائعة جدا. والله. حاسس بس ما. والله وأنا بسوي صح. الحمد لله. ما صرنا ولا شيء، بس إن شاء الله يعني باقي لنا كمان 5-6 locations أو أقل أو أكثر، ما عاد من هذا ولا حطان شكر. بس يعني عايشين ان شاء الله حصل سمك. الحين بدانا ندخل في المهونه، ما ندري كم يوم حيبقى في البحر، بس عبد العزيز بدا ياكل. مو بالعافيه عبد العزيز، بس انت اول واحد حناكله لو صرنا شيء. كود جيم. هذه سمكه حمراء. لمين؟ عبد الله. سلام. انا احسها كبيره اكثر من اللي عندك. اوه ما شاء الله. اوه يا رامي. شوف السمكه. يا سلام. ما تصور جلبة وما ينحسب. يا سلام يا سلام يا سلام. لا لا لا، شكلها ناجل. يا سلام ما شاء الله. ورينا ورينا السمكة، ورينا السمكة ما شاء الله. لا لا حلو يا خالي. واو بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه انا اصلا دوخت له السمك. حلو يا خالي. ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله كبيرة والله. بعدين ايوه حجمها طيب. والله دوم قال لي في تريك فيها. طبعا من جنب مو صور مهروب. انا سعيد جدا يا لهذه اللحظة التاريخية. تعتزم؟ والله طلع نص ساعة النوم اللي أخذها مبارك ما شاء الله. قلت لك ما شاء الله يعني. خلاص انتهت المسابقة. انتهت. أنا
لا 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 استمر استمر يا خالد توقف وانا عارف سيبك امر بشغلوك هذه بياضه ولا شيء اي والله فيها هذه حقه اليوم هم دحين ترى رابح يحاول يشخ وما نعرف ايش ترى وقتكم مره مو وقتكم هذا يعني ايش لا تروح علينا السمكه انا بسحب دي انا شوف 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 والله احمر ماشي ايوه هذا واقف لي هنا كيف خذها تعال جنبي تعال جنبي تعال انت تعال تعال يا سلام يا عزيز عبد العزيز اوه البومبه دي يا خذها مع السمكه مع ايوه ايوه خذها تصور بس هات تصور والله تجي تطلع ممكن تعرف تطلع نزلها تحت خليها امشي ميك شور انها تنزل تحت خليها على مهلها هي دائما نفسها وشويش حركها كده سلو جيجينج جات السمكة جات السمكة جات السمكة لا ما يبان لسه برضو احمد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لا 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 ما شاء الله لا هذه اكبر وحده ما شاء الله عشان فريقه عشان فريقه هي هو كلنا ولا شوف عبد الله